مش بس تبع في بيتك في مجانية انه حكى الف وشي متذكر بس هودي الاساسيات يعني هدول الاساسيات ما بدي احفظها منه انا مقام الرست والعجم جميل كذا السكاب فن اصيل وبعدهما الصبا احساس حزن به يا صاحبي دمعي يسيل وبين هاوند والكرد ستلقى لمعنى الود والعطف دليل وإن رمت الأذى الأذان ذات اللحن وإن رمت الأذان فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس وتستميل خمسة سبعة القلبيات والرأس والنهوان والصبا والسيكا كورد السيكا والأذان هو حجاز حجاز وصبا ونهواند وبيات وسيق لا بس واحد يقول زالك كيف عنده تنضانت يغني نزال